إذن مشاهدي محمد برنس، السلام عليكم في هذا البث المباشر اللي كنقلوه لكم مباشرة من المركب الرياضي الكبير ديال 3 مارس اللي كيتواجد بمدينة المحمدية قبالة فندق أفانتي. إذن بعد قليل غادي نشوفوا هذا الروبورتاج بمشاركة الزميل خي بابا المسؤول عن صفحة لنتحد جميعا ضد المفسدين بمدينة المحمدية. إذن كما كتشوفوا الأشغال لسه انفات تقريبا هذه واحد 5 أيام. إذا بقوا معنا بين ما دخلوا باقي الأصدقاء ديال الصفحة MP Live. إذا مركب جميل ومركب رائع، تفتخر مدينة المحمدية أن عندها واحد المركب كبير بعدد كبير من الملاعب الرياضية في عدد من الرياضات، وعلى رأسهم بطبيعة الحال كرة القدم، ملاعب كثيرة ديال كرة القدم ورياضات أخرى. السلام عليكم سي محمد. اهلا مرحبا خديد، كل شيء مزيان. اذا بعد الاشغال سي خي بابا التعليق ديالكم. الحمد لله انه انطلقت هذه الاشغال ومعطي واحد الاجل. كانوا في الصباح كانوا الناس ديال ليداك حتى هما بانه تم الربط مع الكهرباء والماء والتطهير. الان كيتصوب هذا المحيط ديال المركب. أنا حقيقة تفاجأت فاش دخلت المركب، لأن مركب جميل جدا، مركب اللي فيه واحد مجموعة ديال المنشآت الرياضية اللي مع الأسف ضاعت منها شباب مدينة المحمدية والشبان ديالها والسكينة المحمدية، ضاعت لمدة سنتين بحكم أنه هذا كان توقف لأسباب تافهة جدا. نعم. وهي شكون اللي غادي يخلص الضوء، شكون غادي يخلص الماء؟ هذه عامين اللي بقات ضاعت من العمر ديال هذا. ملي طلع هذا المجلس الجديد كانت واحد العدد ديال المتطلبات ديالنا ديال السكينة ديال المحمدية واللي كانوا عارفين حتى المسؤولين الجماعيين، وكنظن بانه الان احنا قراب، لان كتشوف كيفاش خليد كيفاش هنا قدرنا اننا ندخلوا بكل سهوله ندخل لهنا باش دير هذا الروبورتاج باش يطلعوا الناس. نعم. على اشنو اللي كاين في هذا المركب. المركب ديال 3 مارس اللي كنا يلا كنسمعوا عليه، كنا كنهضروا عليه، ولكن الان كنشوفوه هنا. هذه المدخل ديال المركب، مركب جميل. ماذا بنا خالد تعطي صور. اذا هذه الملاعب ديال هذو اللي كيديروا هذاك الشيء ديال الباتيناج. ايه هو هذا قربوا الكاميرا. فكتشوف هناك عشاق كبير ديال هذه الرياضه هذه في مدينه المحمديه. نعم. فوالا هما يعني متخصص لهم واحد جناح كبير يعني باش يمارسوا هذه الرياضه ديالهم كما كتشوفوا بالصوره. وهذه الرياضة اللي ولاو كيعشقوها بزاف الشبان. نعم. خصك تجي يا خالد انت دير لنا شي حاجة بحال زيتي ذاك النهار البوا زيتي شي 500 كيلو ما زيتي. نعم صحيح صحيح. الرياضة مهمة. شوف هذه المحمدية مدينة الرياضات، راني كنشوف مركب بحال هذا يعني راه كيساهم يعني في المسألة هذه ديال الشعار ديال مدينة المحمدية. خالد اللي يمكن نتكلموا عليه، وانت عرفتي بان كيف احنا مجموعين على هاد نحاولوا نقربوا شوية الملاعب ديال الكرة اللي هنا هي الأساس. هاد المنشآت اللي كانت فيمكن لها تعطي صور. اعطي خويا صور لهذا باش الناس يشوفوا هذه الملاعب ديال الباسكيت. كذلك يمكن لها تصلح كذلك الهاندبول. عندك تشوفوا بأنه الأرضية ومنشآت اللي من المستوى العالي جدا. الناس اللي كيسولوا هذا واش هذا ديال الجماعه، هذا غادي الا تكون فهو ماشي تابع لشي شي بريفي خواص، او ما تعطاش الوزاره الشباب والرياضه بحال المركب ديال المسبحيات الاخر. هذا غادي يكون ملك الجماعه.
اذا غنسولك واحد السؤال سي خيبة بابا. اذا هاد الاشغال اللي كنشوفو هنا بطبيعه الحال ما كانتش، باش نوضحوا للمشاهدين، تقريبا اكثر من سنه ونصف او سنتين، وهاد المركب هذا متوقفه فيه الاشغال. هذا موجود، هذا كان موجود. يعني كيفاش تمت الاشغال بين يوم بين يوم وليله كما كيقولوا؟ لا لا نعم. اللي كان خليد انه هذا المركب كان كامل، كان جاهز الوقت اللي وقع الانقلاب في المحمديه، كان لا كان دابا اللي كان مصوبش هو برا، نعم. هو الخارج ديالو، وكتلاحظ بانه حتى الارضيه الان خاصه باش تغسل، لان هذه عامين وهذا الشيء موجود. نعم. شوف بانه تاثر بالغبره وتاثر بالامطار وبديك الحاله اللي كانت، بينما هذا الشيء راه موجود، كان موجود هذه عامين. نعم. وكان فيه مشكل غير ديال الضو وتحبس هذا الشيء، وشفنا حنا راه عامين وحنا كندوزو من هنا، راه كان هذا الشيء كان مسالي، كان موجود. اللي كاين انه دابا هاد الناس، هاد المجلس الجديد اللي جا، نعم. انا غير نقول واحد الحاجه، اننا اليوم كنعيشوا واحد الفتره، فتره جديده ديال ما كاينش فارق ما بين المنتخب وما بين المواطن، لان المنتخبين راه مواطنين قبل كل شيء، ولا حتى ما بين السلطه. كل شيء الان مجند، ان كل المشاريع اللي كانت متوقفه انها خصها تنطلق في اقرب الاجل. نعم. والحمد لله انه هذا مع كان هذا موجود، كان خاص غير يسالي الربط ديالو مع الضوء مع الماء. نعم. اجراءات بسيطه يعني عجز المجلس السابق. وهادو الان كان اجتماع مع المقاول اللي مقابل، انه باش يخدم بالليل وبالنهار، لان باغي ربما، وهذا هو الطلب وهذا هو الرغبه ديال الجميع، انه هذا المركب انه يدشن مع شي مناسبه وطنيه، لان هذه عامين حنا ما شفنا حتى شي حاجه، ما كان حتى شي حاجه اللي يمكننا نفرحوا بها. في مدينه محمديه، في المحمديه، وانت كسبتي عليها عده مرات. خذ خالد، خذوا الملاعب كاملين. نعم. انتم كتشوفوا هذه مركب من المستوى العالي جدا. شوفوا شحال ديال الملاعب اللي كاينه. شوفوا الارضيه كثيرة. ارضيه بتقنيه عاليه للارضيه ديال هذا الملعب. نعم. شوفوا هذا الملعب، يعني كل شيء جاهز، كل شيء كان مقاد، كل شيء كان خاص اللي يفتح فقط، كان خاص غير اللي يدير الضو، يدير الربط، ويدير الماء، ويدير الربط بلا سينيسمو، وتنطلق معشوشه سي خيبه. باقي ما كنشوفوا دابا هذه ملاعب ديال الهوند وديال الباسكت. نعم. وكيمكن يتلعب حتى الفوتبول هنا. انا صراحه الكاميرا، انا صراحه والله كنحاول باش نحسب شحال العدد ديال هذه الملاعب، وما استطعتش، صراحه. ملاعب كثيره وقضيه اخرى هو الضوء، هذا الشيء راه يمكن يتمارس الرياضه. وهذا الكليراج اللي هنا هذا من هذاك الضوء الجديد العصري، كنشوفوا. نعم. باللاد ما كياكلش بزاف ديال الضوء، وكلشي الملاعب الاناره ديالها. نعم. كلها انديبوندونت، كلها حره، كيمكن دم ملعب واحد جوج ثلاثه على حسب الملاعب اللي غتكون فيهم المقابلات الجاريه. هذه هنا، هذا كتشوف، هذا هو الملعب، هذا يمكن يتلعب هنا الميني فوت، كذلك في هذا هنا ويتلعب الهوند. انت كتشوف هنايا ها هما الملاعب ديال كرة القدم المصغرة بالغازون سينتيتيك. هذا عشب اصطناعي، اللي هذا راه عامين وهذا الشيء موجود مصاوب. عندما كتشوفوا هذا الشيء، شوف المستوى العالي ديال الملاعب. جودة؟ لا، جودة ديالو هذا مزيان. شوف راه كما بغى يكون الحال، أحسن من بزاف ديال لي تخوك لي بريفي، ديال الملاعب بريفي. شوف شحال ديال الملاعب. هذا غير اللي بغيت نشير انه عامين، والساكنه ديال المحمديه والشبان ديال المحمديه كانوا محرومين من هذا الشيء. شكرا لكل الاخوه اللي كيتفاعلوا معنا في المباشر. تدور جهه التيران ديال الكره ديال الفوت. السي يحيى الشعيره، غادي نحاول باش نحسب. انا راه كبرت في التيران ديال الكره. واحد جوج هما تيران ديال الكره، هما 4 5 6 7 على خاطرك اكثر من 12 ملعب، اكثر من 12 ملعب. بحال المسرح اللي كان مسدود ولات فيه الاوساخ. فعلا المسرح راه مصوب. انجاز عظيم صراحه، اكثر من 12 ملعب. حنا كنا كنطروا مارس. هذا ماشي السي وداد
الاخت وداد البيضاويه راه ماشي خصوصي، هذا ديال الجماعه، ملكيه ديال الجماعه، ملاعب عموميه، ملاعب بلدية عموميه اللي غادي يدار، يمكن الى دار واحد الثمن رمزي ولا ربما يديروه بالبطاقات، لان ما يمكنش يبقى مفتوح غير هكذاك، لان ملي كتكثر عاود كيبقى داك الشيء مفتوح سايب، كيمكن تكون المشاكل، تكون الاداره ديالو، غتكون المسائل ديالو معقوله. هو على كما بغى يكون الحال ان المحمديه غادي تستفد، والشباب ديال المحمديه هو اللي غادي يستفد من هذه المنشاه الرياضيه الجميله. انا كنت غير كنسمع بها لان كانت مغلقه، وكنا كنا كنخافوا اننا نغامروا ندوزوا هنا، لان انا كنت عرفت واحد الوقت ملي كنا مشينا لقطر المصبعيات انه صابر كانت حاولت باش دير ترفع دعوه قضائيه بتهمه ديال الدخول الى مكان اللي باقي ما تسلمش الى الجماعه اللي باقي هو ان شونتيي. دابا حنا دخلنا هنا راه شفتوا بان مسؤولين اللي فتحوا لنا الابواب ديال هنا باش نعرفوا الناس بهاد المشاهد. كاين واحد في الملاعب، كاين واحد جوج ثلاثه ديال الملاعب معشوشبه، نعم، بالغازون سينتيتيك اللي غتلعب فيها كره القدم، نعم، المصغره. كاين كذلك الكرياج اللي حابس ان الكره توخي يضربوا عاليين ما يخرجوش، نعم، على يعني الملعب. مجهز صراحه حسن، مجهز، والملعب مجهز بالاناره ديالو. كل ملعب انت كتشوفوا بان الاناره ديالهم كاملين الملاعب، وداك الشيء مدروس، ماشي شي حاجه اللي غير هكذاك، لملاعب القرب، لملاعب في هذا المستوى هذا. واخا غادي هاد الملاعب السي ياسين، سي ياسين هادو جاو حدا قريب من حدا اوتيل افانتي، اوتيل سمير القديم، الباب الخلفي، قريب في الباب الخلفي ديالو راه كاين هاد المركب، راه كان داير غير بالقصدير، كان بعدا داير شوها في مدينه المحمديه. هذه ملاعب اخرى ديال الهوند، ديال الهوند والباسكت، ديال الباسكت، تكون كذلك الفولي بول. ها هو الان هذا المركب، الارضيه باش تشوفوا انها تقاست هذه الارضيه، ماشي بغير بالوسخ وبالغبره، وهذه سنوات وهي موقفه، غادي يتم ان شاء الله التنظيف ديالها باش غادي يكون في ديك الحله اللي كنا كنتمناو ان تكون عليها، فبحال باش يستفد منها السكينه ديال مدينه المحمديه. تفضل خالد، تفضل. اذا بزاف اللي غادي نسولو، فين هما الفيستيارات؟ واش كاين شي اماكن ديال الترفيه اللي تابعه لهذا المركب؟ بطبيعه الحال كما كتشوفوا قدامنا عدد كبير من مستودعات الملابس المجهزه بطبيعه الحال. هناك ايضا واحد الكافيتيريا تماك، غادي نمشيو غادي نشوفوهم حتى همايا. اذا ملعب جميل كما كتشوفوا بالصوره، الجوده في الارضيه صراحه كل شيء جاهز. الاناره العموميه اناره رائعه جدا. اذا كما كتشوفوا الشبك، فمزيان داك السؤال اللي وضعتي، لان الاخوه اللي غادي يمكن يوضعوا تساؤل، فين كاينين المستودعات ديال الملابس، فين كاين، فهنا كاينين جوج ديال، كاين قاعه ديال الرياضات الداخليه، قاعه مغطاه صغيره ويمكن يدار فيها الجودو، يمكن يداروا فيها هذيك المسابقات بحال جيدو، بحال جامبا، بحال الرياضات العاديه اللي كتكون داخل القاعه. اليوم صباح اليوم راه كانوا العمال ديال المصلحه ديال الاغراس، نعم، اللي راه كانت هنا غابه، كانت في هذا المكان، نقاو مازال عاد شوفوا الكازون بان بدا كيموت، نعم، يلاه مسقي غير من مولانا من الشتاء. هادو ملاعب اخرى ديال الهوند، عشاق الهوند بمدينه المحمديه، هنيئا لكم بهذه الملاعب ديال 3 مارس صراحه. وايضا وايضا العشاق ديال كره القدم، خاصه كره القدم المصغره، ياك، نعم، المصغره، هناك ملاعب كثيره بزاف. اذا هذه بدايه للانطلاقه بمدينه المحمديه. نعم، كاين تجاوب، كاين تفاعل ديال الاعضاء ديال السكينه ديال المحمديه مع دفع الاخت لطيفه، كتقول ما شاء الله الملاعب في مستوى جد رائع، اول مره كنشوفهم. كنت غير كنسمع بهم، حرام يشدوا هذه السنين كلها ويتكرفسوا على الشباب، لكم جزيل الشكر على هذه الخطوه وبالتوفيق. سي كريم بريك يقول السلام عليكم، في المسؤولين بالمدينه، نحن لم نصوت على هذا السيد
جزاه الله خيرا على هذا العمل. خويا شوف سي كريم، رحنا كلنا منتخبين وكلنا مواطنين، لان احنا اللي كتهمنا هذا الشيء بالدرجه الاولى. فاللي كاين شي نهار نديروا اليد في اليد، ويكون كل واحد يعرف القيمه ديالو ويعرف المستوى ديالو، فديك الساعه غادي نكونوا وصلنا لواحد، غنكون ان شاء الله وصلنا لواحد المستوى عالي. هادو كتشوفوا هادو المراحل اللي كاينين، كاين الداخل، كاين ليفستير، هنا غادي تدخلوا تشوفوا مستودعات ديال الملابس. انا كنشوفوا حنا راه كنكتشفوا معكم مباشره، كنكتشفوا مباشره هاد المركب. هذه الان هذه قاعه اللي يمكن تصلح الكاراتيه، يمكن تصلح الجودو، رياضات الجيدو، الجومباز، الرياضات الفرديه. الرياضات الفرديه هنيئا لهم. ارضيه كيفاش عامله؟ لا مفينيه مزيان، ارضيه مستوى رائع جدا. انما واحد الجليج بشكل اخر ديال هذا بحال الباركي، ماشي جيفلكس هذا اللي كيتحيد من بعد باش كيدار فوق. قاعه كبيره وكبيره بزاف صراحه، كبيره بزاف. ممكن تكون سي محمد، ممكن حتى تكون حتى قاعه ديال الندوات ربما. كاين غنشوفوا مزال، غادي نمشيو نكتشفوا معكم، لان المحمديه صراحه خاصه واحد القاعه ديال الندوات، قاعه كبيره. هذه القاعه هذه يعني راه متوفره فيها جميع الشروط. السي حسن بقراراكي، السؤال الذي يجب ان نطرحه الان هو لماذا كانت نهايه الاشغال وقف بعد بهذه المعلمه؟ ما هو السر وراء ذلك؟ خويا ما كانتش الاشغال موقفه، كانت الاشغال سالت وكان موقف انه ما تفتحش للمواطنين، ما تفتحش، لان كان هناك مشكل ديال الضو، ديال الربط لاسينيسمون والربط الماء، هذاك الشيء علاش ما كانش تحل. الاخت ايمان شجاع كتقول ما شاء الله، على الله ينطلقوا هذه الملاعب من اجل الشباب. فعلا اختي، حنا هذا هو النضال ديالنا، انه الشباب يستفدوا من كل هذه المسائل. سي رشيد عطار كيقول الحمد لله جزاكم الله خير. اللي بغيت بهذه المناسبه، قاعه ثانيه الكبرى، تبارك الله، قاعه كبيره، وحنا راه كنكتشفوا معكم هذا الشيء، لان انا ما عمرني شفتو. شوف السقف ديالها، غير باش الناس يشوفوا بانه ماشي شي حاجه. هذا الباركي، هذا الارض مصوبه بواحد الماتير خاصه، وهنا غادي يمكن يتلعبوا المقابلات، المباريات ديال الكاراتيه، ديال اي كل هذيك الرياضات اللي كتكون داخل عاود. يمكن يكون هذا الشيء مجهز من بعد، حتى انه يديروا فيه رياضات ديال الميسكولاسيون ولايراسيون، باش الناس يشوفوا بانه هذا الشيء كاينين واحد التهويه. باش تهويه بزاف الناس غادي يلاحظوا انه القاعه هي مغلقه لبعض الاشياء، ولكن كيمكنها هي كتحل باش كتكون تهويه. حنا كنكتشفوا معكم هذا الشيء. سي منعم السمار، كنشكرك بزاف بزاف على التفاعل ديالك دائما معنا في كل المداخلات، في كل المسائل. تبارك الله عليكم، مجهود مشكور عليه سي محمد، هذا مجهود مشكور عليه الجميع، لانه ان شاء الله غادي يتم التدشين ديالو. انا كنوعدكم اننا وصلنا للنهايه ديال هذا الشيء. هذه ربما هذا هو المقصف اللي غادي يكون هنا واحد المقهى صغير، بانه اللي انا اشوف راه حنا غير كنشوفوا هذا الشيء وكنكتشفوا. حنا كنكتشفوا معكم، وكانكم راكم مع ياسوك المحمديه، وكانكم معنا الان، وكانكم داخلين معنا هنا كتشوفوا. بطبيعه الحال خدينا الاذن باش جينا دخلنا هنا وشفنا. السي حسن بقراره كيقول ان نتمنى ان يتم تدشين يوم 11 يناير. نتمنى ان شاء الله ذكرى وثيقه الاستقلال. لما لا وكان الكل جهودات الان تسير في هاد بهذا الخصوص، يتم تدشين ديال هذا المركب ان شاء الله في 11 يناير، اللي هي ذكرى عزيزه علينا، ذكرى ديال تقديم وثيقه الاستقلال. واخا سؤال سي محمد خيبه، نعم، قبل ما نغادروا هاد الكافيتيريا هذه. نعم، بطبيعه الحال الاعضاء ديال المجلس البلدي السابق ديال برئاسه صابر، يعني ملي غادي يشوفوا هاد الديناميكيه اللي ولات في هذا المجلس الجديد، كيفاش غادي يكون الشعور ديالهم او الضمير ديالهم؟ اخويا شوف، كل واحد كي احنا
احنا يشوفون الناس كاين بزاف الناس كيلومو كيجي كيقول لك علاش نتوما واش كاين غير هاد الناس علاش نتوما دايرين عليهم هاد الشيء كامل دايرين عليهم هاد الدجا ودايرين نتوما كتشوفوا بعينيكم كتشوفوا بعينيكم هذا عامين حرام انني نجي انا اليوم انني نجي اليوم وغنقول لهم هذا 730 يوم هاد الشيء مغلق على السكينه ديال المحمديه اللي ما عندهاش فين تمشي. نعم الشباب نعم. ما عندهمش فين يلعبوا. نعم هذا متنفس كبير صراحه. علاش نحبسوا بحال هذا؟ هذا اي واحد راه سيدنا قالها واحد القضيه سيدنا جلاله الملك في احدى الخطب ديالو قال من يعرقل اللي عرقل شي حاجه اللي كتهم المواطنين هذا ماشي اخلال بالعمل هذه خيانه للوطن. نعم ماشي هذا الملك اللي قالها ماشي انا. اذا حنا في الباب الرئيسي غادي نمشيو نشوفوا بقيه ديال المستودعات اللي كاين هنا. ربما هادو مستودعات. الباب محلول فين هو الدري؟ قول لي واش كاين هذا هنايا كنشوف حنا كنتبعوا معكم الباقي باش ندخلوا نشوفوا هذا الشيء. حنا كنكتشفوا لان انا ما عارفش شنو غادي نلقاو. انا ما عارفينش هنا بحال عندكم هذه هنا غادي تكون الاداره. ربما ان الاداره كتشوفوا بانه عاد تم الربط بالكهرباء او عاد الخيوط وما عاد كيف ركبوا كي كونترولي وكي قادوا باش كيترقب الان راه كاينين الناس ديال اللي كيراقبوا هذا الشيء. سي كريم بريك انا لست ضدك انا ما لاحظت مجهودات فرديه. لا ما قلتلكش سي كريم بريك بالعكس انا عجبني الملاحظه ديالك بالعكس انا انا مواطن بحالك انت الغيره عليك الغيره ديالك راه دير انتك بحالي لو كان جي انت غادي دير بحالي ولا غادي دير اكثر مني باش يمكن لك تهضر. احنا كلنا كيهمنا امر كلنا كيهمنا الشان المحلي ديال المدينه ديالنا. ف هذا هو اللي كتشوفوا دابا هذوما الاماكن بواحد نظره خاطفه على هذا الشيء. هذا كيامن اخويا كلنا سي كريم بريك بالعكس انا اعتز بالمداخله ديالك. مرحبا بالسي بوشعيب امدرعي معنا كذلك سي حج الخلوي. نعم. تحيه لكم تحيه لكم من ابناء المحمديه. نعم. سي حسن بكرة أنا بدون مجاملة فإن شعور السكينة واضح ويتضح إذا الفرق واضح بين الأمس واليوم. فعلا اليوم كنت باش نعطي واحد الخبر وخرا نسبق شوية خالد تفضل مرحبا. لا كتهمنا المدينة كل شيء حنا كل واحد كيكمل الآخر. ملي كنا غندخلوا خالد قلت لك هذا وليدنا هنا ولدنا واخا ما كنا شفناه. حنا جينا اليوم دخلنا اليوم كان اجتماع مع السيد العامل مع السيد العامل في العشرة في الصباح كان مشاو المجلس الجديد واستقبلهم السيد العامل وعلى حسب المعلومات اللي كانت عندي ان العامل قال لهم بان احنا اليوم خصنا نديروا كلنا اليد في اليد كسلطه كمنتخبين كمواطنين وهاد المشاريع كل اللي موقفه خصنا نخرجوها ما نبقاوش نتكلموا على الاختصاص لان قبل فين كان كيوقع المشكل كان الا دخل شي واحد في السلطه كيقولوا له هذا ماشي شغلك انت ماشي اختصاص ديالك. اليوم احنا بغينا باش يكون اختصاص ديال الجميع. انا باش نعاود نجي للقضيه ديال الاخ بريك القضيه لا تهم شخص بعينه تهمنا كاملين. احنا ملي كنشوفوا هذا الشيء انا كنعتقد بان كل مواطنين اليوم انا اقسم بالله انني فرحان لواحد الدرجه ما كتصوروش بحال انا هذا الشيء صوبته عندي لي انا بينما انا ما غاديش نلعب هنا ولكن انا فرحان الى حد انني ما عارفش بغيت ننفجر انني نشوف حاجه بحال هذه تصوبات في المحمديه انني نشوف هذا الشيء كان محبوس ومحرومه منه السكينه ديال المحمديه ومحرومين منه وليدات ديال المحمديه. هذا هو الشعور ديالي اللي عندي الان ماشي شعور ديال الانتصار على شي حاجه. حنا كفحنا عامين وغوتنا عامين ولكن الحمد لله اننا وصلنا الى النتيجه. لا غير استنى هذا سي المجدولي ماجد كيقول هرمنا وفقك الله وجزاك هرمنا من اجل هذه اللحظه التاريخيه. على عملك نتمنى من المجلس الا تكون نيته فقط هو استغلال الفتره. لا يا اخي والله ما كاين لا استغلال ولا شي حاجه. شوف اللي بغى يستغل شي حاجه يستغلها غير حلوا لينا. المهم الانجازات كتبان. شوف ملي غادي تحل هذا المركب ملي غادي تحل لك القاعه المغطاه ملي غادي تحل القنطره واللي بغى اللي كفنيتو شي حاجه خايبه يدبر راسو. حنا غير يديروا لنا العمل ديالهم اللي خصهم يديروه واش غادي يكون مجاني او مدفوع. لي كارتين ديال السكيات كون هاني انه ما غاديش يكون لي كارتين ديال السكيات. انا ما نقدرش نقول لك انا ماشي مجلس انا اليوم كنوري لكم هذا الشيء ولكن راه ديال الجماعه
والجامعه راه عندها قوانين راه حتى لابيسين. انا عندكم اي فكره، نهار اللي تحلت لابيسين داروا لها 5 دراهم الدخول، بينما اقل ثمن في اقل مسبح اللي كاين هو 60 حتى ال 100 درهم. ربما تكون شي حاجه قليله، شي حاجه رمزيه باش يمكن يتحافظ على هذا، باش يمكن يكون حتى العمال اللي غادي يخدموا فيه، غادي يكونوا الناس يخدموا فيه. بغينا يكون واحد المحل يستفد منه الجميع، ويستفد منه السكينه ديال المحمديه. اذا هذه بدايه ان شاء الله، هذه البدايه. هذه كيقول سي حسن بكره راه الفضل يرجع للسيد حسن عنترة. فعلا هذا تصاوب في عهد حسن عنترة، في عهد رحيم عباسي. حتى العميد السابق الشقاف كان له واحد الدور صراحه، فعلا كان واقف عليه، كان واقف، كان واقف عليه صراحه، كان واقف على هذا العميد السابق. وحتى السيد العامل الجديد انه حتى هو كان باغي باش يحل هذا المركب، ولكن اصطدم الواحد واحد المشكل ديال التعنت ديال المجلس السابق اللي كيقولوا له هذا الشيء ماشي اختصاص ديالك. قال لهم ماشي اختصاص ديالي، لا دبروا راسكم واش غادي تدبز معاهم. هو اليوم، اليوم كانت واحد الاجتماع، كان واحد الحماس، وانا اكيد ان المحمدي غتستافد. الله يخليكم، بغيت غير واحد الرساله نوجهها للاخوان اللي بغينا اننا نتكلم واحد القضيه. راه مشكل المحمديه، المحمديه يهمنا، يهمنا جميعا مشكل المحمديه. انه ما نبقاوش نديروا احكام مسبقه على الناس. هادو الان الناس اللي واقفين معنا، واقفين في جنبنا، الناس اللي كيستمعوا للنبض ديالنا، الناس اللي مشاركيننا في كل هموم، هما اليوم سمعوا الى النبض ديال اشنو كان النبض ديالنا حنا. علاش كنغوتوا دائما؟ كنغوتوا ان تحل القنطره المصباحيه اللي غتستافد منها السكينه، يتحل هذا المركب ديال 3 مارس غتستافد منه الشباب، تحل القاعه المغطاه، انه تحل المسبح البلدي، واحد العدد ديال المشاريع اللي كامله جاهزه ومتوقفه لاسباب لا نعرفها. إذن هنيئا لساكنة مدينة محمدية بهذا المركب الترفيهي والرياضي اللي كيضم أزيد من 12 يعني ملعب في عدد من التخصصات على رأسها كرة القدم والهوند ورياضات أخرى، وأيضا كيضم عدد من القاعات الرياضية للرياضات الفردية الكاراتيه والجيمباز وعدد من الرياضات، وهناك يعني عدد من المستودعات ديال الملابس، وأيضا هناك مساحات خضراء يعني موضوعة فيها كراسي جميلة صراحة. كنحيي كل من نعم ليسباس ديال ليسك بيان سير. الحمد لله، كنشكرك اخي العربي موكل على الكلمات الجيدة ديالك. انا كنشكر بزاف خالد، لانه انا لقيته دائما في جنبي، لقيته انه غيور، انه كيمشي لا صباح لا ليل، حتى الاخ اللي مقابل الكاميرا ما كنشكرو السي ادريس الكاميرا، واين القسم ديال المراقبه ديال البث المباشر كريمه وشيماء. كريمه وشيماء راه كيراقبوا دابا، كيراقبوا جوج، كيراقبوا الصور وكيراقبوا خالد مطيع، بجوج مرتو وبنته. هذا هو اللي، هذه هي المراقبه المعقول. دابا كيخرج عارفين وبين كاين عارفينه. ولا الشاب المصور اللي دائما سي ادريس اللي كان دائما في كل حاضر في كل الاشياء. الحمد لله انا فرحان انني نكون وسط هذا الشباب لاجل مدينتي. انا فرحان الى حد الدموع الان. نعم صراحه، صراحه سي خي بابا كنشكرك على المجهودات ديالك. الكلمات والصور راها معبره صراحه. كنحيي كل منا، كنحيي خي بابا على الغيره ديالو على مدينه المحمديه. راكم كتشوفوا من خلال التدوينات ديالو على مدار 24 ساعه، وعلى مدار يعني طيله الاسبوع تدوينات كلها كتصب في مدينه المحمديه. يعني ما كتلقاوش يعني شي تدوينه يعني خارجه على هذا الاطار. هذا كنحييه وكنشكروه، وكنحيي جميع الساكنه اللي هي غيوره على مدينه المحمديه، ومن بينها الجاليه ديال مدينه المحمديه اللي كتابع هذا المباشر. كانوا هناك بعض الجاليه، كان هناك جاليه كثيره تابعه معنا اللي غادي يشوفوا هاد المشاريع هذه ويوريوها للاجانب الاصدقاء ديالهم، باش نفتخروا بمدينه المحمديه، باش نشجعوا السياحه لمدينه المحمديه. الحمد لله. وبحال اللي قال واحد النهار البقالي، قال لكم هذه البدايه مازال نعم، هذه البدايه مازال على بلغه الكويريه. اذا كما كتشوفوا على وقع الدموع ديال خي بابا، غادي نودعكم على امل ان نلتقوا بكم عما قريب ان شاء الله. الى اللقاء. شكرا.